مصطفى الخلفي وزير الاتصال ناطق رسمي باسم الحكومة. من الواضح أن هناك جهود تبذل من قبل عدد من المؤسسات والقطاعات الحكومية فيما يتعلق بصورة المغرب في العالم والعناصر المميزة لهذه الصورة، مما كانت له أثار على المستوى السياحي. البول تجاوز عتبة 10 مليون سائح في سنة 2013، مما أثار على المستوى الجاذبية الاستثمارية لبلادنا، وأثار أيضا على المستوى التقدم الصادرات المغربية بشكل تدريجي. لكن هنالك حاجة اليوم لتنسيق هذه الجهود لإرساء تكامل فعال بينها، يمكن من استثمار الموارد والمخصصات المالية المحترمة المخصصة، وفي نفس الوقت يمكن من تجاوز الثغرات التي تسجل. المغرب قوي ومميز باستقراره السياسي، بتموقعه الجغرافي، بقيادة المؤسسة الملكية، لمجموع الإصلاحات المتخذة، مميز أيضا بتعدديته السياسية والثقافية والاجتماعية، ومميز أيضا بتاريخه العريق. كل هذه العناصر تمكن المغرب من أن يستشرف آفاق إطلاق سياسات أكثر فعالية في المستقبل حول العناصر المميزة له في العالم. شكرا.